شيخنا بعض الأئمة يصلون الصبح قبل وقته، هل نصلي معهم أم ننتظر وقت دخول الوقت؟ إذا ثبت أن أحدا يصلي قبل الوقت يعني يقينا، تأكدت يقينا أنه يصلي قبل الوقت فلا تصلي معه. أما مجرد الشك والوهم فهذا لا يؤثر، ولا تترك الصلاة مع الجماعة. وما أظن أن هناك إماما يصلي قبل الوقت، ما أظن أحد يتعمد هذا الشيء، لكن ربما أنك متوهم أو عندك شك في ذلك،